كنتفاجئ باتصال ديال الصديق ديالي كيقول لي راه كاين واحد الحريق حدانا هنا في الحي الصناعي. صافي جيت بالزربه لقيت العافيه وداكشي فهمتي داكشي كيخلع. ايوا جاو داك رجاء الاطفاء جاو قادوا هادشي وطفوها. قدر يتغلبوا عليها. لا ما كاينش خسائر بشريه ولكن غيكون خسائر ماديه. والله ما عرفتش ما نقدرش نقول لك شنو الخبر. تكون شي 8 ونص 9 بحال كنت لقيت الخبر مع الصديق ديالي قال لي راه واحد الشركه كتحرق حدانا. انا ما فهمتش ما تيقتش ولكن ملي دخلت وشفت لقيت قدامي رجال الاطفاء انا تاكدت بانه راه كاينه شي حاجه وكان الدخان الفوق. يكونوا شي 3 ولا 4 ديال رجال الاطفاء 3 كاميوش ولا 4 هما اللي كانوا. الحمد لله هما تغلبوا على الحريق ومشكورين من هذا المنبر هذا وكيديروا خدمتهم مزيانه. خويا انا مع صلاه المغرب كنا حنا كنخدموا في هذه الوزينه هذا الانفاس معاه مع صلاه المغرب شي بان واحد اللايب ديال الحريق هنايا. مشينا اتصلنا بلي سيكوريتي باش يعلموا البومبيه باش يجيو يطفيوا هذا الحريق. المهم البومبيه واحد الربع ساعه بحال هكاك جاو الصراحه هما اللي تدخلوا يعني جاو شي 7 لي كاميو ديال البومبيه هما اللي تدخلوا وكان لهم دور كبير باش طفاو هذا الحريق. لا الحمد لله كانوا كيساليو قبل الحريق كيساليو مع ديك السبعه. الحريق جا من ورا السبعه يعني الارواح بعدا ما كانش شي حد اللي غادي. الخسائر كانت ماديه فقط يعني لي ماشين لي برودوي اللي كانوا مصنوعين او كان رجال المطافي بعدا نقدوا الوزين اللي كان الثاني حداهم اللي كان حتى هو غادي تشعل فيه العافيه. كان محادثه مع هذا الوزين هذا. المهم جاو نقدوا دخلوا بعدا اللهيب توصل حتى لحدا. المهم استطاعوا انهم يسيطروا عليه واللي ساعد في هذه الحريقه هو انه كان برودوي شيميك في هذا الوزين هذا هما اللي ساعدوا. والوزين الثاني كان فيه البونج وكان فيه العود كتسهل في الاشتعال يعني هما اللي ساهمت بشكل كبير في هذا الحريق هذا. والحمد لله استطاعوا انهم يسيطروا على الحريق مؤخرا. تقريبا كان مع 7:30 8 يعني تقريبا هذه. لا الحمد لله مؤخرا سيطروا عليه يعني بشكل كامل. واش غنقول لك اخويا كنا جايين والعشير ديالك كنا جايين باغيين نخدموا هنايا في هذا الوزين اللي قريب لي هذا زين وبالينا واحد اللهيب خارج من تحت الباب. حنا ما دينا ما جبنا قلنا شي خدامين في الليل واقيلا تقريبا خدامين في الليل. صافي مشينا انا كنت كنصلي بحكايا وبان لي الدخان هذا. صافي وانا نخرج خرجت بحكايا عيطت لك الاستاذ ديال صافي عيطت لي وعيط له هذاك الوقايه المدنيه وعيط له هذا وصافي جاو تغلبت الحريق وخرجنا معهم السلعه وهادي الحمد لله. لا الحمد لله ما كان لا حريق خسائر لا والو تغلبوا عليه الحمد لله وصافي.